هاي دلال. هلا والله. مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم بوتيكات، حياكم الله. الله يحييك. خيران ولا الديرة؟ خيران. تان ولا سكي؟ تان طبعا. قهوة باردة ولا حارة؟ باردة. شعر فاتح ولا غامج؟ للأمانة بالشتا غامج وبالصيف فاتح. أكثر مكان تقضين فيه وقتك الصالون ولا البيت؟ صالون. حلاوة ولا كاكاو؟ حلاوة طبعا. أظافر طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. مسوية أكثر من 5 عمليات ولا أقل؟ أنت شنو تبين؟ أكثر طبعا. رموش ولا عدسات؟ الاثنين. ويفي ولا ستريت؟ شعري يعبر على مزاجي، فعلى حسب مزاج شعري. شنو يعني لك ابريل؟ ابريل كل حياتي. طبعا روتيني برمضان انا اوريدي احب امشي، فلما صار عندي ابريل صرت امشي كل يوم انا وياه نتمشى بالفريد. احب الظهر اروح العياده، عاده يكون دوام العيادات قبل الفطور ساعتين نسكر، فعاده احب اروح مبكر، احب اشوف البيشنت التقي فيهم نشوف شنو العروض اللي حابينها، خصوصا يعني بفتره رمضان يكون الشغل والفوكس عندي في العياده اكثر على البشره. بس اتفطر مع اهلي، في عندي ايام مخصصه اتفطر فيها مع رفيجاتي، لازم تعرفون هالمعلومه، لازم يكون عندنا يوم نتفطر انا ورفيجاتي، كل واحده تسوي طبق، طبعا انا ما اسوي ولا طبق لاني ما اعرف ادش المطبخ، فنسوي اكثر من طبق. انا دوري ان انا اجيب لهم اغراض من بوتيكات، يحبون لما نقعد نبطل شنو الاغراض الجديده اللي واصلتني، ان كان بخور ان كان سكير كير. اكثر شيء مع رفيجاتي احب لما توصل لنا منتجات جديده بوتيكات من سكين كير وهير كير، احب اقرا عنهم انا ورفيجاتي، نشوف شنو فوائدهم، ونحب نستخدمهم استخدام جماعي على قولتهم. عندي بلت انا وايد ما استغنى عنه اللي هو هذا ميك اب فور ايفر، هذا يعتبر التوب عندي، خصوصا اللي فيه البلاش طبعا جديد، مبين اني انا بس استخدم هالدرجتين وهذولا عندي التوب. عندنا هذا البوكس اوفرا اللي موجود عندنا في بوتيكات، من ينزل يومين يوم يطلع سولد اوت. هذا البوكس ليش احبه؟ يغنيني عن كل شيء، ان كان الاضاءات البلاش مع البرونز مع الاضاءات اللي تكون مالتي كلر، وعندنا الشدوات بانواعها مع الشدوات اللي تكون فيها الشمر، وعندنا بعد هني بعد الكومباكت باودر. في عندي منتجين من ماك، هذولا ما استغنى عنهم نهائيا، هذا الصج انا اسميه فلتر، خصوصا اذا كان عندي تصوير يعمل لي فلتر مو طبيعي على الوي، وايد انا احبه، خصوصا درجتي هذه لان يعني انا مو بيضه للامانه، فانا احب البرونزر زياده واحب التان يمسك على جسمي حيل، فعاده ما احب افتح وجهي، دائما احط الكومباكت اللي يكون نفس لون بشرتي. بعدها البلاش هذا اللي اسمه لوف جوي، هذا وايد احبه لان اضاءته منه وفيه، وانا وايد اموت على الجلتر، وايد وايد احبه، حتى لما مرات احطه يعني ما يعطيني الجلتر اللي ما ادري شلون، يعطيني الجلتر الحلو. الحين عندي لكم سؤال وإجابته عليها جوائز مقدمة من بوتيكات. السؤال هو شنو المنتج اللي أنا أسميه فلتر؟ ومبارك عليكم الشهر وعساكم تعودونا كل سنة بصحة وعافية يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين.